بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه ويتركون ما نهاهم عنه، وإلا فالعبادة واجبة على جميع الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة واجبة على جميع الخلق، وهي حق الله جل وعلا على عباده، لكن المؤمنون امتثلوا أمر الله فعبدوا الله سبحانه وتعالى، فلذلك ناداهم الله في هذه الآية، قال: يا أيها الذين آمنوا. والإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها، الأعمال التي بدون إيمان لا تنفع وهي هباء منثور، فالإيمان هو الأساس، إيمان بالله عز وجل، إيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام، هذا هو الدين، مع الإحسان أو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الدين. الله جل وعلا نادى المؤمنين خاصة، وإن كان أوجب على جميع الخلق عبادته، لكنه نادى المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون، ولأنهم هم الذين إذا صاموا وعبدوا الله وعملوا الأعمال الصالحة تقبلها الله منهم، لأنها مبنية على إيمان. كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، فرض الله على هذه الأمة الصيام، وهو أحد أركان الإسلام،
كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل صيام رمضان أحد أركان الإسلام، وقد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في السنة الثانية من الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام، كتب عليكم الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، وأما في الشرع فالصيام والإمساك عن المفطرات، إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. والمفطرات معلومة ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الأمم السابقة، فدل على أن الصيام ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما هو شريعة لجميع الأمم السابقة. وذكر الله ذلك كما كتب على الذين من قبلكم ليسهل على النفوس، لأن الشيء إذا كان عاماً فإنه يسهل على النفوس. ثم قال جل وعلا: لعلكم تتقون. هذا تعليل لماذا شرع الصيام، لأجل أن يتقي العبد ربه، لأن الصيام وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: الصوم جنة، يعني سترة واقية من النار، سترة واقية من النار. ولأن الصيام يعود الإنسان على الطاعة، ويحبب إليه ذكر الله عز وجل، لأن الصائم يلين قلبه، لأن الصائم يترك الشهوات ويترك الأكل والشرب، وذلك يلين قلبه ويروضه لتقوى الله سبحانه وتعالى، بخلاف المنهمك في الأكل والشرب والشهوات، فإن ذلك يحمله على المعاصي والأشر والبطر. أما الصائم فتجده متواضعا لله عز وجل، تجده خاشعا، تجده مقبلا على الله، لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى. فالصيام يورث في القلب، يورث في القلب عبادة لله عز وجل وإقبالا على الله، ويلين القلب لذكر الله، ويبعد الشيطان عن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وذلك حينما ينهمك الإنسان في شهواته فإنه يتسلط عليه الشيطان ويلابسه ويحمله على المعاصي. أما الصائم فإنه تنكسر شهوته وينتصر على نفسه ويبتعد عنه الشيطان، فيقع في تقوى الله عز وجل. لعلكم تتقون، الصيام سبب للتقوى، وهذا من فضائل الصيام، من فضائله أنه يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى ويجلب الخشوع
ويلين القلب ويهذب النفس ويمنع الإنسان مما حرم الله. تجدون الصائم أبعد الناس عن مزاولة المحرمات، لأن الصيام أثر عليه، بخلاف المفطر فإنه قد يتمادى به الهوى والشيطان والنفس فيقع في المعاصي. فمن أعظم فضائل الصيام أنه يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال لعلكم تتقون، أي شرع الله الصيام لكم لعلكم تتقون الله بفعل الطاعات وترك المحرمات تقرب إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا أياما معدودات. اختلف العلماء في معنى هذه الأيام المعدودات، ما المراد بها؟ بعضهم يقول كان الصيام في الأول ثلاثة أيام تخفيفا على الناس تدرجا بهم، فلما ألفوها ألفوا الصيام نقلهم الله إلى صيام شهر رمضان باب التدريج، قال بعدها شهر رمضان، فيكون قوله شهر رمضان ناسخا لقوله أياما معدودات. أيام معدودات هذا في أول الأمر، في أول ما فرض الصيام، ثم لما ألفوه نقلهم الله إلى صيام شهر رمضان، وهذا من باب التخفيف عليهم والتدرج بهم، لأن الصيام مما يشق على النفوس. فلو فرض عليهم شهر رمضان من أول وهلة لشق ذلك عليهم وصعب عليهم، هذا من حكمة الله أنه أول ما شرع أياماً معدودة. وقيل المراد بقوله أياماً معدودات هو شهر رمضان، فيكون قوله تعالى شهر رمضان مفسرا بقوله تعالى أياما معدودات وليس ناسخا، والله أعلم. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من حضره الصيام وهو مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة إنه يفطر، له أن يفطر وله أن يصوم، ولكن إفطاره أفضل تسهيلا عليه، لأن المسافر تلحقه مشقة والسفر قطعة من العذاب، فلو كلف بالصيام وهو مسافر شق ذلك عليه، فمن رحمة الله أنه رخص للمسافر أن يفطر ثم يقضي هذه الأيام التي أفطرها من أيام أخرى. من كان منكم مريضا أو على سفر، السفر عرفنا، المريض مراد به المرض الذي يلحق بترك بالصيام معه مشقة، المراد بالمرض المرض الذي يلحق الإنسان معه مشقة إذا صام، فلا تجتمع عليه مشقة المرض ومشقة الصيام، خفف الله عنه بأن رخص له أن يفطر لمرضه ثم يصوم من أيام أخرى. أما إذا كان المرض يسيرا وعاديا مثل وجع الضرس والصداع، الأشياء العادية التي وطأتها خفيفة على الإنسان أو إنها لا تستمر، هذه لا تبيح الإفطار، إنما المرض الذي يشق على الإنسان معه الصيام هذا هو
المبيح للإفطار، فعدة أي تصومون عدة من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرتم، ويسمى هذا بالقضاء، والصوم في شهر رمضان يسمى أداء. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية. هذا في قولان لأهل العلم، قول الأول أنه كان في أول الأمر الإنسان مخير أن يصوم أو يفدي، وذلك من باب التدرج بالناس شيئا فشيئا، فكانوا في الأول مخيرين بين الصيام وبين الفدية، وهي طعام مسكين عن كل يوم. ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام حتما، لما ألفوا الصيام نسخ التخيير إلى الإيجاب، قال: شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا قول. القول الثاني، وهذا قول الجمهور، القول الثاني وقول ابن عباس طائفة، أن الآية ليست منسوخة، وإنما هي خاصة بالكبير الهرم، الكبير الهرم الذي معه عقله لكنه لا يطيق الصيام، فهذا يفدي. والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ومعه عقله، فهذا لا يقدر على الصيام، فيقدم الفدية بدله، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وهذا هو الصحيح، أن الآية غير منسوخة، وإنما هي خاصة بأصحاب الأعذار الذين لا تزول أعذارهم، لأن المرض والسفر عذران يزولان، لكن الذين يطيقونه لا تزول أعذارهم، يطيقونه يعني يشق عليهم مشقة لا يتحملونه، فهي خاصة بالشيخ الكبير الهرم والمريض المرض المزمن، هؤلاء لا يستطيعون الصيام لا أداء ولا قضاء، فيقدمون الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ثم قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له. لما ذكر الصوم الواجب والفدية فتح باب الخير، فمن أراد الزيادة على الفرض فليتنفل، من أراد الزيادة على صوم الفريضة فليصم تطوعا، من أراد الزيادة على الصدقة الواجبة الفدية يعني يزيد عليها، المجال مفتوح، تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم. لما قال لعلكم تتقون، هذه فائدة ثانية في الصيام، وأن تصوموا خير لكم. الصيام خير، خير محض للمسلم، يترك شهوة عاجلة عارضة مؤقتة قليلة لنعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع في الجنة، هو خير له. أي أنه يتمتع بطعام وشراب في الدنيا، أو أنه يدخل الجنة يوم القيامة فيتمتع بلذاتها متاعا لا ينقطع أبدا، نعيم لا ينقطع، هذا خير له. أن تصوموا خير لكم من الإفطار، لأن النفوس في الغالب تميل إلى الإفطار وإلى الأكل والشرب، الله سلاها وعزاها عن شهواتها، لأن من صام لله عز وجل صوم فرض أو صوم تطوع فإنما عند الله
خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله جل وعلا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الصوم هو أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال الصوم، لأنه يترك الإنسان شهواته التي قد يكون محتاجاً إليها، محتاج إلى الأكل، محتاج إلى الشرب، محتاج إلى زوجته، ثم يترك ذلك مع حاجته إليه ورغبته فيه، يتركه من أجل الله جل وعلا وإيثاراً لما عند الله من الجزاء في الجنة، يترك شهوة عاجلة لموعد غيب عند الله عز وجل. هذا دليل الإيمان، هذا هو صريح الإيمان، أنه يترك الشهوة العاجلة التي بين يديه، يتركها ثقة بوعد الله عز وجل وإيمانا بما وعد الله به مما هو خير من هذه الشهوات العاجلة. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فضيلة الصيام. أما الإنسان الجاهل اللي ما يقدر ولا يعرف، ولا كل واحد الصيام عنده أو غيره، بل يمكن الفطر أحب إليه، فهذا لا فائدة، لأنه لا، هذا جاهل لا يعلم. إنما يصوم الذي يعلم ما عند الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل صادق في وعده، لا يخلف وعده، فهذا هو الذي يقدم على الصيام. ما قال سبحانه: شهر رمضان، شهر رمضان، سنة 12 شهرا، 12 شهرا تبتدي من محرم وتنتهي بذي الحجة، 12 شهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، 12 شهر تفطرها وتصوم شهرا واحدا، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. لم يوجب عليك صيام الأشهر كلها والسنة كلها، بل إنما أوجب عليك شهرا واحدا من 12 شهرا، هذا من فضل الله عز وجل، لم يكلفك لأنك دائما تصوم جميع الأشهر، وإنما أوجب عليك شهرا واحدا من 12 شهرا، هو شهر رمضان. ثم ذكر فضله، فضل هذا الشهر، فقال: الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. فالقرآن كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل وحيا وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، بلغه محمد لأمته هذا القرآن، أول ما بدأ نزوله في رمضان في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر وهي من ليالي رمضان. فمعنى أنزل فيه القرآن ابتدأ نزوله، لأن القرآن لم ينزل جميعا دفعة واحدة، وإنما نزل مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم من أول البعثة إلى أن توفاه الله، والقرآن ينزل عليه، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن تكامل القرآن،
وتكامل الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة منجما ومبرم، ولكن أول بداية نزوله في شهر رمضان، فهذا فيه فضل هذا الشهر أن الله اختصه بإنزال القرآن فيه. ولذلك يكون لتلاوة القرآن في شهر رمضان مزية على تلاوة القرآن في غيره من الشهور، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر لأنه شهر القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وكان ينزل إليه جبريل عليه السلام كل ليلة فيدارسه القرآن، مما يدل على أن تلاوة القرآن في هذا الشهر فيها فضل عظيم أكثر من فضل تلاوة القرآن في غير شهر رمضان. وإن كانت تلاوة القرآن مطلوبة من المسلم جميع الشهور، لكن في هذا الشهر خاصية، الذي الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذا القرآن هدى للناس، جميع الخلق المؤمن والكافر، هو هدى يعني بيان وإرشاد توضيح، فهو هدى لجميع الناس لأن الله بين لهم وأرشدهم في هذا القرآن. لكن من الناس من آمن به وانتفع به فصار حجة له، ومن الناس من أعرض عنه ولم يقبله فصار حجة عليه، قامت عليه الحجة من الله. لينذر ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. القرآن حجة، هدى للناس يعني بيان دلالة وإرشاد لجميع الخلق. من يريد الهداية فهي في القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما، أن لهم أجرا كريما، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. هدى للناس. وفي أول السورة يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا خص المتقين مع أنه هدى للناس؟ خص المتقين لأنهم هم الذين انتفعوا به وقبلوه، فهو هداهم إلى الجنة وهداهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وانتفعوا به. أما الكفار فإنهم سمعوه لكن لم يقبلوا، ولو أنهم قبلوه لصار هدى لهم، لهداهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن في حد ذاته هداية لجميع الناس، ولكن هذه الهداية لم يقبلها إلا المتقين، هدى للمتقين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يفرق بين الحق والباطل. القرآن فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الفرقان هو القرآن، يسمى قرآنا ويسمى فرقانا ويسمى ذكرا ويسمى تنزيلا، له أسماء كثيرة، فهو فرقان بمعنى أنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. ثم عطف على الشهر، شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر، أي شهر؟ شهر رمضان المذكور في أول الآية، فأل في الشهر للعهد الذكري، أي الشهر المذكور في أول الآية، فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصومه. هذا وجوب، هذا وجوب،
أن من حضر، معنى شهد يعني حضر، حضر دخول الشهر على الأمة، فإنه يلزمه الصيام، إلا أصحاب الأعذار، إن كان مريضاً أو على سفر، مثل ما في الآية التي قبلها، فعدة من أيام أخرى. فالصحيح المقيم يلزمه الصيام، وأما المسافر أو المريض فيفطران ويقضيان من أيام أخرى. هذه رخصة من الله عز وجل فيسير على عباده، لكن مع التزام الصيام، يفطر خلاص ولا يصوم، لا، لا بد من يصوم. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهو القضاء. ثم بين الحكمة في كونه سبحانه رخص للمريض والمسافر، ما هي الحكمة؟ يريد الله بكم اليسر، هذه الحكمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن الصيام مع السفر مع المرض هذا فيه عسر، والله جل وعلا لا يريد العسر على عباده ولا يريد لهم الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر، حيث شرع لكم الإفطار في السفر والمرض، ولا يريد بكم العسر، حيث لم يوجب عليكم أن تصوموا وأنتم مرضى أو أنتم مسافرون، ولتكملوا العدة، لحكمة أخرى، من أجل يعني شرع أوجب عليكم القضاء من أجل أن تكملوا العدة، عدة رمضان التي أفطرتموها، لأنه لو لم يقضي ما كملت العدة، عدة الشهر، فالله أوجب القضاء لأجل إكمال عدة الشهر حتى يكون الإنسان صام شهر رمضان وأدى ركناً من أركان الإسلام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك، يعني بعد إكمال العدة، عدة رمضان، يشرع التكبير في ليلة العيد وعند الخروج إلى المصلى وفي مصلى العيد، يكثر المسلمون التكبير، هذا شعار المسلمين في عيد الفطر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، هذه حكمة ثالثة، لعلكم تشكرون الله على هذه النعمة وهذا التيسير وهذا التشريع السهل الحكيم الذي يتماشى مع أحوالكم ولا يكلفكم شططا، هذا تشريع من حكيم حميد، رؤوف بالعباد، رحيم بالعباد، فاشكروا الله على هذه النعمة حيث جمع لكم بين الصيام والإفطار للعذر، بين الصيام لغير المعذور والإفطار للمعذور، وأنه يقضي، وأن هذا القضاء يعوض ما أفطره، يعوض ما أفطره، فلا يفوت عليه شيء، إذا قضى ما فات عليه شيء، وتكامل الأجر في حقه كأنه صام في رمضان، يحصل على أجر من صام في رمضان، وهذا فضل من الله يستوجب الشكر على العباد. فصوم رمضان فرض على المسلمين، ويشترط لصيام لوجوب، يشترط لوجوب صيام رمضان الإسلام، فلا يصح الصيام وجميع الأعمال من كافر. الكافر لو صام، لو صلى،
لو حج، لو اعتمر، لو تصدق، لا يقبل منه لأنه كافر، سواء كان كافرا أصليا لم يدخل في الإسلام من الأصل، أو كان كافرا مرتدا، كان مسلما ثم ارتد عن دين الإسلام بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه لا تنفعه الأعمال، لو صام، لو صلى، لو حج، لو أدى أي عمل لا يقبل منه أنه على غير الدين. فإذا أشرك بالله، دعا غير الله، استغاث بالأموات، استغاث بالقبور، فإنه لا، فإنه مشرك مرتد عن دين الإسلام، يرتد إذا كان مسلما ثم دعا غير الله يرتد. إذا استغاث بالأموات، إذا ذبح للأموات، إذا ذبح للجن، إذا ذبح للشياطين من أجل اتقاء شرهم أو من أجل العلاج عند السحرة والكهان، فإنه يرتد عن دين الإسلام ويبطل صيامه، تبطل صلاته، حجه، جميع أعماله تكون هباء منثورا، لأن من شرط الأعمال أن تكون مع التوحيد، مع العقيدة الصحيحة، مع الإيمان بالله عز وجل. فالكافر لا تصح أعماله مهما أتعب نفسه فيها، سواء كان كافرا أصليا لم يدخل في الإسلام، أو دخل في الإسلام ثم ارتد عنه بفعل ناقض من نواقض الإسلام. هذا مما يوجب على من حصل منه ناقض من نواقض الإسلام أن يبادر بالتوبة والدخول في الإسلام من جديد، وأن لا يستمر على ردته وهو لا يدري. قد يقول إن الناس يعملون هذا، الناس يطوفون بالقبور، يذبحون للقبور، ينذرون للأموات، الناس يذبحون للجن، يذبحون للشياطين من أجل اتقاء شرهم، فأنا مثلهم، ولو كان هذا ما هو صحيح ما فعلوه. يقول لا، هذا باطل، ولو فعله من فعله هو باطل، شرك، كفر بالله عز وجل بصريح القرآن والسنة. فالشرط الأول لوجوب الصيام وصحته من الصائم أن يكون مسلم لا كافرا. الثاني البلوغ، أن يبلغ الصغير، فإذا بلغ وجب عليه الصيام، أما ما دام قبل البلوغ فلا يجب عليه الصيام، لكن يؤمر به ويعود عليه ويكون نافلة له. كان الصحابة يصومون صبيانهم ويعودونهم على طاعة الله، كما أنه يؤمر بالصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، سبع سنين. كثير من الناس يقول هذا، يقول أبو عشر، يقول هذا صغير، ما عليه صلاة ولا عليه شيء، يخليه يهمله. لا، الواجب على الوالد أنه يربي ولده على العبادة، على الصلاة، على الصيام، على ذكر الله، على تلاوة القرآن، يربيه على هذا، ويربيه على الابتعاد عن المحرمات، يكرهه إليه ويحذره منها، هو بيهمله ويخليه يعمل ما يشاء ويقول هذا صغير. فكانوا يصومون أولادهم، إذا كانوا أبناء سبع سنين يصومون، فإذا طلبوا الشراب أو الطعام يلهونهم بألعاب، يعطونهم ألعاب يلعبون بها حتى يلهون عن طلب الأكل والشرب حتى تغرب الشمس، هذا من باب التمرين. فالصغير لا يجب عليه الصيام، لكن إذا كان مميزا يستحب لوليه أنه يأمره بالصيام. الشرط الثالث
أن يكون عاقلاً، البالغ يكون عاقلاً، فإن بلغ وهو مجنون أو معتوه ليس عنده عقل هذا لا يجب عليه الصيام ولو كان بالغاً، لا يصوم إذا كان ما عنده عقل ولو كان بالغاً لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا غير ولا صلاة ولا غير، لأن هذه الأمور تتبع العقل، ما دام العقل غير موجود فلا تكاليف على المجنون والمعتوه فاقد العقل، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، المجنون حتى يفيق، الصغير حتى يحتلم، والنايم حتى يستيقظ، أن هؤلاء فاقدون للعقل، فإذا تكاملت هذه الشروط صار الشخص مسلماً بالغاً عاقلاً فإنه يجب عليه الصيام، صيام شهر رمضان أداءً إن كان حاضراً صحيحاً أو قضاءً إن كان مريضاً أو مسافراً. أما إن كان لا يستطيع الصيام لا أداءً ولا قضاءً لكبره أو لمرضه المزمن فهذا سبق في الآيات السابقة أنه يفدي عن كل يوم طعام مسكين مقدار نصف الصاع عن كل يوم، ويكفي هذا عن الصيام. هذه الآيات ذكر الله جل وعلا فيها وجوب الصيام على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، وبين سبحانه ما هي الأيام التي تصام وأنه شهر رمضان، وبين سبحانه الأعذار المبيحة للإفطار وهي أربعة: الكبر والخرف، أو المريض المرض المزمن، أو المريض المرض غير المزمن الذي لا يستطيع معه الصيام، أو السفر. هذه الأعذار الأربعة، اثنان منها يوجب الفدية فقط، وهما الكبير الهرم والمريض المرض المزمن، هذا يجب عليه الفدية. أما المريض غير المزمن والمسافر فهذان يسقط عنهما وجوب صوم الأداء ويفطران، لكن يكون عليهما صوم القضاء فعدة من أيام أخرى. وبين الله في هذه الآيات فوائد الصيام وحكمه وما فيه من المنافع. الصيام كما ذكرنا أنه هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات مع وجود النية، لأن الصيام بدون نية لا يصح، حتى لو ما أكل ولا شرب ولا تناول شيء إذا كان ما نوى الصيام ما يصير الصيام. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، لا بد من وجود النية، تجنب المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن، يعني نساءكم، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، يتبين يعني يتضح طلوع الفجر، الخيط الأبيض وهو النهار من الخيط الأسود وهو الليل، تميز، ثم أتم الصيام إلى الليل، فطلع الفجر يتوقف المسلم عن الأكل والشرب والمفطرات ناوياً الصيام،
ويستمر إلى الليل إلى أن تغرب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار من ها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. هذا هو الصيام اليومي. مفسدات الصيام هي: أولا، أمور يدخلها الإنسان إلى جوفه، يدخلها الإنسان إلى جوفه، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل الأدوية التي يشربها أو يبتلعها، الحبوب التي يبتلعها، أو الإبر المغذية، أو إبر الوريد التي يحقنها في العرق. هذه كلها إدخالات تدخل إلى الجو، تفطر الصائم إذا فعلها عمدا متعمدا. أما لو أكل أو شرب ناسيا، قد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فالأكل والشرب من الناس لا يبطلان الصيام، لأن الناس لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه إدخالات تفطر الصائم، تبطل صيامه إذا فعلها متعمدا. هناك إخراجات يخرجها من الجسم تفسد صيامه، وذلك مثل التقيؤ. إذا تقيأ الإنسان متعمداً، أي استفرغ ما في معدته عن طريق الفم متعمداً، يبطل صيامه، لأنه أخرج ما فيه قوته وتغذيته فيبطل صيامه. أما من غلبه القيء وتقيأ بدون اختياره، إنما غلبه القيء ونزل غير اختياره، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه بغير اختياره بغير تعمده. هذا واحد. ثانيا، الدم. إذا استخرج دما كثيرا من جسمه، إما بحجامة وإما بسحب وإما بفصد العرق، فإذا أخرج الدم من جسمه كثيرا فإنه يبطل صيامه، لأنه أخرج ما فيه قوته فلا يستطيع أنه يصومه ما فيه دم، فيبطل صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يحتجم وهو صائم، يقول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم الذي يسحب الدم بمشرطه وآلته، والمحجوم الذي يسحب منه الدم، الذي يسحب منه الدم يفطر، لأنه أخرج الدم الذي في جسمه. وأما الحاجم فلأنه يمص القرن أو الآلة فيطير شيء من الدم إلى حلق، يفطر بذلك. هذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ومثل الحجامة ما كان بمعناها من سحب الدم للإسعاف أو للتبرع به أو لغير ذلك من الأغراض، فإنه يفسد صيامه، لأنه أخرج من جسمه ما يقويه وهو الدم. أما لو انجرح الإنسان وخرج منه دم كثير فإن لا يؤثر، لأنه بغير اختياره. لو خلع ضرسا يؤلمه
وهو صائم وخرج منه دم لا يضر، بشرط أنه يلفظ الدم ما يبتلع، لأن هذا بغير اختياره. ولو كان الدم كثيرا، وكذلك الدم اليسير، لو سحب دما يسيرا للعينة التي يحللونها الأطباء، دم يسير للتحليل فقط، ما هو للإسعاف ولا للتبرع، وإنما هو للتحليل وهو يسير، نقطة نقطتين يسمونها العينة، لا بأس في هذا، هذا ما هو مثل الحجامة ولا هو مثل الفصل، هذا يسير. ثالثا من الخارجات التي تفسد الصيام الجماع، إذا أنزل منيا دفقا بلذة باختياره، فإنه سواء بجماع أو باستمنة، أو استمنة باليد وهو ما يسمى بالعادة السرية، فإذا استمنى ودفق المني وهو صائم بطل صيامه، لأنه أخرج من جسمه ما فيه قوته، ولأنه شهوة، وفي الحديث إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وفي الآية الآن باشرهن ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فأمر بتجنب الأكل وتجنب الشرب وتجنب الجماع في هذه الفترة، فإذا جامع فقد فعل مفطر ولم يترك شهوته. وكذلك لو أنه استفرغ المني بغير الجماع، بيده أو بآلة أو بشيء وما يسمى بالعادة السرية، فإنه يبطل صيامه. لكن المجامع يجب عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا مع قضاء اليوم أو الأيام التي جامع فيها، يقضي ويكفر الكفارة المغلظة. هذا الجماع وهو الإيلاج في الفرج، سواء حلالا أو حراما، سواء مع زوجته أو زنا يبطل صيامه، ولكن الزنا يكون فيه إثم الزنا زيادة والعياذ بالله، وإبطال الصيام ووجوب القضاء ووجوب الكفارة. فالأمر ما هو سهل. أما من أخرج المني بغير الجماع فهذا يقضي اليوم فقط وليس عليه كفارة، لأن الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان. أما الاستمناء أو العادة السرية هذه تفسد الصيام، لأنها شهوة واستفراغ، ولكن لا يجب عليه كفارة، يجب عليه القضاء فقط مع التوبة، مع التوبة إلى الله ولا يعود لمثل هذا. رابعا الحيض والنفاس من المرأة، المرأة إذا صامت ما أصابها الحيض أو أصابها النفاس صار الدم ينزف منها، فإنه يفسد صيامه ولا يصح منها، ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض أو نفس، بل تفطر وجوبا وتقضي عدد الأيام التي حاضت فيها وأفطرت، أو التي نفست فيها وأفطرت، تقضي عدد الأيام. هذه جملة المفطرات ومفسدات الصوم، وعلى المسلم أنه يحافظ على صيامه ويتقي الله عز وجل، ولا يكفي
أنه يترك هذه المفطرات فقط، بل يترك كل ما حرم الله من النظر الحرام، كالنظر إلى النساء والنظر إلى الصور الماجنة والنظر إلى ما تبثه المحطات الماجنة من الصور والعري. لا يجوز للصائم أنه يجلس عند هذه الآلة الخبيثة ويطالع ما ينشر فيها من قلاعات ومجوه، هذا يؤثر على صيامه، وقد يحصل منه إبطال للصيام، حيث إن بعضهم ينزل إذا رأى هذه المظاهر والعياذ بالله فيبطل صيامه، وإن لم ينزل حصل عليه الإثم ونقص أجر صيامه. كذلك استماع الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور ينصون سمعه، والأغاني والمزامير يصون سمعه عن هذه الأمور، يصون لسانه أيضاً عن الكذب والشتم والسباب وشهادات الزور والأيمان الكاذبة. وله وش الفائدة من صيامه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله أن يبلغنا وإياكم والمسلمين شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال الصالحة، وأن يعفو عنا وعنكم وجميع المسلمين عما نقصر فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله الشيخ على ما قدم وجعله في موزين حسناته. قد وردت إلينا أسئلة كثيرة، ونعرض على الشيخ ما يخص أحكام الصيام. فضيلة الشيخ حفظه الله، إذا كان علي نذر صيام شهر وصمت بعضه قبل رمضان، فهل أكمله قبل ست من شوال أم في أي وقت؟ صيام النذر إن أمكنت تصومه قبل رمضان تصومه، إن دخل عليك شهر رمضان فإنك تصوم رمضان، فإذا انتهى تأتي بالنذر، لأن النذر واجب والست هذه سنة، فتبادر بأداء الواجب، لأن النذر واجب، يقدم أداء الواجب على أداء السنة. فإن بقي من شوال شيء، يعني ستة أيام بقيت من شوال، صوم الست. نعم. إذا لم أختم قراءة القرآن قبل رمضان، فهل أبدأ من جديد مع بداية رمضان أم أكمل ختمه ثم أبدأ من جديد؟ نعم. إذا لم أختم قراءة القرآن قبل رمضان، فهل أبدأ من جديد مع بداية رمضان أم أكمل ختمه ثم أبدأ من جديد؟ أكمل القرآن ثم إذا أكملته تبدأ من جديد. أما إذا إنك ما أكملته فترك باقي وتبدأ من جديد بعد كل رمضان، لا، ما هو طيب. أكمل القرآن ثم بعد ذلك تبدأ من جديد. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، ورد في الحديث فضل صيام يومي الاثنين والخميس، فهل لقراءة القرآن والصدقة وبقية الأعمال الصالحة مزية في هذين اليومين؟ وهل نقول لمن تعمد قراءة القرآن والصدقة في هذين اليومين أنه قد وقع في البدعة؟ تخصيص اليومين بغير الصيام يكون من البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل يخصص هذين اليومين إلا بالصيام، لكن الأعمال الصالحة هذه مستمر عليها في الاثنين والخميس وغيره، فلا يخص يوم الاثنين ويوم الخميس إلا بالصيام فقط، ويستمر على الأعمال التي كان عليها قبل الاثنين وقبل الخميس أو بعد. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي المفطرات للصائم، وما حكم الأشياء المستحدثة الآن كبخاخ الربو وبخاخ الأنف وغيره؟ نرجو التفصيل في من جاء. المفطرات بينا شرحنا. أما الربو، بخاخ الربو، هذا أنا عندي فيه توقف، ولكن
اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله أصدروا فتوى بجواز استعمال البخاخ في حالة الصيام، لأنهم يرون أنه ما هم من المفطرات. والله أعلم، أما أنا متوقف فيه لأنه دواء، لأنه فيه ماء. نعم. نرجو التفصيل في من جامع زوجته نهار رمضان والكفارة المغلظة فيها. نعم، هذا التفصيل اللي سمعته، يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين، كفارة الظهار. نعم. ما حكم من يصومون ويتساهلون في ترك الصلاة مع الجماعة أو تركها حتى يقضي وقتها، وهل ينفعهم صيامهم؟ أما ترك الصلاة مع الجماعة هذا ترك واجب وعلامة نفاق، ما يترك الصلاة مع الجماعة إلا من فيهم نفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال جل وعلا للمنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال جل وعلا: وإذا قاموا، هذا في المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فهذا ترك لواجب عظيم ويأثم الإنسان عليه وينقص ثواب صيامه، ينقص ثواب صيامه، لكن لا يبطل الصيام. صيام صحيح إذا أداه على الوجه المطلوب صحيح، لكن ينقص ثوابه بهذه المعصية. أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهذا يخشى عليه من الردة، لأنه ولو صلى صلاته غير معتبرة. إذا أخرج الصلاة عن وقتها ولو صلى بعد الوقت صلاته غير صحيحة وغير معتبرة، هذا تارك للصلاة. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا، يعني هو الذي يتصرف، الله هو اللي وضع لك هذا الوقت، لا تخرجها عنه بغير عذر شرعي. فمن أخرجها عن وقتها بغير عذر شرعي عليه التوبة إلى الله عز وجل وحافظ على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر القضاء للصلاة إلا في حق من نام أو نسي. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاته أو نام عنها فليصليها إذا ذكر. أما اللي تعمد الرسول ما قال أنه يقضي، خطر شديد جدا، لا يجوز التهاون في هذا الأمر. نعم. ما هي أحكام صلاة القيام والتراويح خلال هذا الشهر المبارك، وما هو ضابط الإطالة والتقصير في الصلاة؟ صلاة القيام، الصلاة في رمضان سواء في أول الليل أو في آخر كلها تسمى قيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. يشمل التراويح ويشمل التهجد، كله قيام. ولكن في العشرين الأول يقتصرون على التراويح، ومن أراد يتزود بآخر الليل لنفسه تزود بما يسر الله. أما في العشر الأواخر فيصلون التراويح في أول الليل ويضيفون إليها التهجد في آخر الليل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحيي ليالي العشر. إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. يجمعون في العشر الأواخر بين صلاة أول الليل تراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. التطويل إن كان إماما فإنه يتوسط بين التخفيف المخل وبين التطويل الممل، توسط الإمام يتوسط، ما يطيل ولا يخفف تخفيفا مخلا، توسط ويرفق بالجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أي أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإمام يراعي أحوال المأمومين، لا يطيل عليهم
ولا يخفف بهم تخفيفا يخل. أما اللي يصلي لحاله يصلي لنفسه هذا يطيل ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يطيل القيام لأنه يصلي منفرد ما يصلي مع أحد، يطيل القيام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه من طول القيام. قرأ في ركعتين 5 أجزاء وزيادة، قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعتين، من يطيق هذا في ركعتين 5 أجزاء وزيادة؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له خاصية، لكن نحن نقتدي بحسب الإمكان، ولا ما نبلغ اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صلاة الرسول ولا أحد يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقتدي به بحسب استطاعتنا. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد تخصيص أيام لفعل الحجامة؟ ومن فعلها في نهار رمضان هل يفطر؟ هذا سمعتموه، ليش تكررون السؤال؟ اليوم يفعل الحجامة وهو صائم يفطر، هذا قلنا، كأن الذي يسأل ما حضر ولا ما فيه. أما وقت الحجامة هذا يسأل عنه أهل الاختصاص، يعني متى تصلح الحجامة في نفس السنة ومتى ما تصلح أنا ما أعرف، أنا من بحجام روح يسأل لي حجمه يعرفون الوقت. نعم. ما حكم من كانت تصوم قضاءها وأراد منها زوجها فاستجابت له وأفطرت، فهل عليها كفارة الإفطار حيث أن القضاء قبل الأداء أفتون مأجورين؟ لا يجوز للزوج أنه يفسد صيام زوجته قضاء، إذا كانت تصوم من قضاء رمضان إنه يحرم عليه أنه يفسد صيامه. والفقهاء يقولون من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فلا يجوز للزوج، إنما هذا في صوم النافلة للزوج أنه يمنع زوجته من الصيام النافلة، أما الفريضة فليس له الحق أن يمنعها، لا من صيام الأداء ولا من صيام القضاء إذا شرعت فيه. أما قبل أن تشرع فيه فله أن يمنعها، يقول تصومين آخر الشهر تصومين كذا ما يخالف، قبل تدخل في الصيام يعني قبل تصوم له أن يؤخر. أما إذا صامت هذا اليوم فليس له أن يفسد صومها حتى تفطر. أما قبل أن تصوم فله أن يطلب منها التأخير حتى لا يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي عليها، فإذا لم يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي عليها فإنها يجب عليها الصيام وليس لزوجها حق المنع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان على الإنسان عليه قضاء صيام بعض الأيام فصام ذلك القضاء وجامع زوجته وهو صائم القضاء، فهل يكون حكمه حكم من جامع وهو صائم في رمضان؟ هذا حرام عليه أنه يقطع الصيام ويبطل الصيام القضاء، لأنه إذا دخل فيه وجب فلا يجوز له قطع، لا بجماع ولا بأكل ولا بشرب، يجب عليه الإتمام مثل الأداء، لكن لو جامع يأثم ولكن ليس عليه كفارة، كفارة إنما هي في من جامع في نهار رمضان خاص. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، لدي أولاد بالغين لا يحافظون على الصلاة جماعة في المساجد، وقد بذلت جهدي لحثهم على صلاة الجماعة ولكن دون جدوى، وهم يقولون نصلي في البيت، وقد هجرتهم حاولت إخراجهم من البيت ولم أستطع، ماذا توجهوننا بشأنهم مع دعواتكم والحاضرين لهم بالهداية؟ جزاك الله خيرا، وسؤالك هذا يدل على الاهتمام وعلى أنك ما قصرت إن شاء الله، لكن واصل أمرهم بالصلاة،
لا تتركهم، تقول أنا عجزت عنهم وتتركهم. يجب عليك المواصلة والصبر، والله يعينك، لا تتركهم. إن كانوا يستقلون بأنفسهم ويعيشون، إذا أخرجتهم من بيتك يستطيعون أنهم يعيشون، أطلعهم، لا تخليهم في بيتك وهم ما يصلون مع الجماعة، خلهم يستقلون عنك ويدبرون حالهم. أما إذا كان ما معهم شيء ولا يعيشون، خلهم عندك بقدر ما أنهم يستطيعون الاستقلال، ولكن مع الصبر ومع تكرار الأمر والنصيحة لعل الله أن يهديه. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، بعض المربين وطلاب العلم يزهدون الشباب في حضور حلقات العلماء الكبار، فما توجيه فضيلتكم لأمثال هؤلاء؟ هذا خطأ، تزهيد في حضور مجالس الذكر وطلب العلم هذا لا يقوله إلا إما جاهل وإما منحرف، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتع. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، مجالس العلم يفسح الله لكم، إذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لا يزهد في حضور الدروس والمحاضرات والندوات، لا يزهد فيها إلا أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف قيمة العلم، وإما منحرف في عقيدته وسلوكه، والعياذ بالله. هذا لا يلتفت إليه. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السفر الذي ليس فيه مشقة كالسفر بالطائرة هذه الأيام، هل الأفضل الصوم أم الفطر؟ جزاكم الله خير. خير الإنسان أن يصوم عليه مشقة، له هذه رخصة رخص الله بها، عامة رخص الله بها للمسافر، فإن شاء أن يفطر فهو أفضل أخذا بالرخصة، وإن شاء أن يصوم فله ذلك. نعم. نعم. تزوجت وأنا عمري 18 سنة. نعم. وزوجتي 13 سنة، وأنا نعم. تزوجت وأنا عمري 18 سنة. نعم. وزوجتي 13 سنة، وأنا أبلغ 60 سنة الآن. وعند زواجي قبل شهر رمضان بشهرين كنت أباشر زوجتي في نهار رمضان في النهار أحيانا مرة وأحيانا أكثر طيلة شهر رمضان، وإنني كنت في ذلك الوقت أصوم وأصلي، أرجو أن تخبرني ما أعمل. إن كان قصده بمباشرة الجماع هو يلزمه ما ذكرنا عن كل يوم جامع فيه، يلزمه القضاء ويلزمه التوبة إلى الله ويلزمه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا عن كل يوم جامع فيه في رمضان، مع التوبة إلى الله عز وجل وقضاء الأيام التي جامع فيها لأنها فسدت. نعم. فضيلة الشيخ، ما الأفضل في شهر رمضان، تلاوة القرآن فقط أم حفظه أم كلاهما معا؟ كله، حفظه من تلاوته، كونه يحفظ هذا من التلاوة، أو أنه يقرأ بدون حفظ هذا من التلاوة، المهم أنه يقرأ القرآن، لكن كونه يأتي على القرآن كله من أوله إلى آخره أفضل من أنه يبقى في أوله يحفظ ولا يختم. نعم. الذي يصلح أنه يجعل له وقت للحفظ ووقت للتلاوة. نعم. هل الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر كاملة؟ لا
أم أنه لا بأس من الاعتكاف لمدة يومين أو ثلاثة أيام منها؟ اللي تيسر، لكن إذا اعتكف العشر الأواخر كاملة هذا أفضل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتمكن من اعتكافها كاملة يعتكف ما يستطيع منها، وله من الأجر بقدر ما اعتكف. نعم. ما نصيحتكم للناس في شهر رمضان من حيث أنهم يكثرون التعبد أول الشهر ثم يفترون مع أن فضيلة الشهر يكون في آخره آكد، حيث العشر الأخيرة والاعتكاف وليلة القدر؟ المسلم لا يمل من الخير، يجتهد في أول الشهر وسطه آخره، ولو طويل شهر واحد من 11 شهر، فيستغل الإنسان هذا الشهر، وآخره أفضل من أوله، كيف يضيعه الإنسان؟ وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، فاللي يمل من الخير الله يمل سبحانه وتعالى منه، فلا يعطيه ثواب الذي يداوم على الخير ويواصل الطاعة، يصير الخسارة عليه والنقص عليه. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أجريت عملية زراعة كلى في 15/6/1422، وقد أوصوني الأطباء بعدم الصوم لمدة سنة، وهذه السنة تنتهي في 15/6/1423، فماذا أفعل؟ هل أفطر كما أمرك الأطباء، أنك مريض تفطر، فإن قدرت على القضاء فيما بعد نهاية المدة التي حددوها لك، قدرت على القضاء تقضي، وإلا تطعم عن كل يوم مسكينا، والحمد لله. نعم. ما رأي سماحتكم في من كان عاصيا لله ولكن بعد ذلك رجع يصلي ويعمل بعض الأعمال الخيرية من صدقة ومجالسة الصالحين وحضور مثل هذه المحاضرات، ولكن عنده شكوك في توبته لأنه ليس واثق من نفسه أن يبتعد عن المعاصي، هل يعتبر تائبا أو مسوفا للتوبة؟ هذه وساوس لا يلتفت إليها، يتوب إلى الله ويقبل على الطاعة ويترك المعاصي ويترك الوساوس من الشيطان، يقول توبك ما هي صحيحة، ما يترك هذه الأمور، لا يلتفت إليها، يعزم على التوبة ويترك المعاصي ويقبل على طاعة الله عز وجل ويبشر بالخير إن شاء الله. الله يتوب على من تاب، ولا ييأس ولا يقنط ولا يتشكك. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله، بالنسبة لما يخص العين من قطرات، هل يفطر إذا وضع في نهار رمضان لضرورة؟ نعم، العين يتسرب، اللي يوضع فيها من السائل يتسرب إلى الحلق، يجد الإنسان طعمه في حلق، فالأولى أنه ما يعمل القطرة وهو صائم، خليها في الليل، لأنه يخشى أن هذا يؤثر على صيامه. نعم. فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبكم في الله، يا شيخ كيف الجمع بين أفضل الصيام وهو صيام يوم وإفطار يوم، وبين أقوال العلم في النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا وكذلك يوم السبت، حيث قال بعضهم عن صيامهما أنه هذا منفرد، يا أخي صيامه منفرد، أما إذا صار يصوم يوم ويفطر يوم وصادف يوم الجمعة أو يوم السبت لا بأس، لأنه ما خص يوم الجمعة ولا يوم السبت، إنما هذه عادته يصوم يوم ويفطر يوم، فإذا صادف يوم السبت أو يوم الجمعة يوم صيامه فلا يكره هذا، أنه تابع لغيره. نعم. رجل استمنى بيده وهو صائم في رمضان وقد مضى على ذلك عامين، فما هو الواجب عليه جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليه أنه يقضي هذا اليوم مع التوبة إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا. نعم. يا شيخ، ما حكم من وجد نفسه محتلما في نهار رمضان، هل يعيد صيامه؟ وهل عليه فدية؟ وهل عليه إثم؟ وأيضا ماذا عن المدي؟ ما عليه شيء، اللي يحتلم ويخرج منه مني بالاحتلام ما عليه إلا الاغتسال فقط، وصومه صحيح
لأن هذا بغير اختياره، بغير اختياره. وأما المذي، خروج المذي لا يبطل الصيام، نعم، لكن عليه تجنب الأشياء المثيرة، لأنه يخشى أنه يخرج منها ما يبطل صيامه من المني، نعم، فيتجنب الأشياء المثيرة من الأشياء المنظورة أو المسموعة أو الأشياء التي تثير عليه الشهوة، نعم. أثناء رمضان قمت بمداعبة زوجتي، وأثناء المداعبة حسست بشهوة فأمسكت نفسي وتراجعت، هل على هل علي من شيء؟ وإذا كان هذا الفعل أخطأ أفطرني، فهل علي من صيام أو قضاء؟ إن كان خرج منك شهوة تقضي، إن كان خرج منك شهوة وأنزلت دفقت منيا تقضي، أما إذا ما خرج منك شيء فلا، صومك صحيح، ولكن عليك أنك تتجنب مداعبة الزوجة ما دامت شهوة تثور، تجنب هذا لا تداعبها، نعم. ما حكم رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة؟ ما يجوز هذا إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم ويؤمنون على دعائه، أما في غير الدعاء في الاستسقاء لخطبة الجمعة فلا ترفع الأيدي، لا من الإمام ولا من الخطيب ولا من الحاضر، نعم. ما حكم تشبيك الأصابع عند انتظار الصلاة؟ عند انتظار الصلاة يكره تشبيك الأصابع عند انتظار الصلاة أو في أثناء الصلاة، هذا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مشبكا لأصابعه وهو ينتظر الصلاة، ففرق صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، أما بعد الصلاة فلا مانع أن يشبك بين أصابعه بعد ما تنتهي الصلاة، لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة، نعم. يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.